আপনারা দেখছেন ভিস্তা টিভি। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, মাহে রমজান উপলক্ষে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন হাফেজ মোহাম্মদ নাজমুল হাসান মজুমদার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ক্বাদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযীনা হুম ফী সলাতিহিম খাশিউন ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগভি মুরিদুন ওয়াল্লাযীনা হুম লিজ্জাকাতি ফাঈলুন ওয়াল্লাযীনা হুম লিফুরুজিহিম হাফিজুন إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذي كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة تربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا مبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم
لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشر مثلنا قاموا ما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مطرفهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون.
مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لبصرت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمنا وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا بطغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب ما استكانوا ربهم يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض لتحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفتذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أعدو الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا
إنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إن جزيتم لما صبروا إن أنهم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة عظيم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأسرتكم وبأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا
أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يتلم الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافرات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوها أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرب بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكروا الأيام منكم والصالح من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون الكار حتى يغنهم الله من فضله والذين يبتغون مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا
تكرموا ذواتكم على البغاء إن تحصن يبتغوا عدو الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وذرا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقض من شرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضب والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب قيادة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يداه لم يقدرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض الطير الصافات كل قدر يسرى تسبيحا والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الذي سحابا ثم يجعل بينه ثم يجعل ركاما متفوت يخش من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيسبح من يشاء يصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وسمعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعونا الرسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا وهم يخافون أن يعيب الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمن يدعو إلى الرسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الرسول يخشى الله يتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أماتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تهتدوا ما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الكفار المعجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم ما استأذنوا كما استأذن الله من قولهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا تدركن ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ملكت مفاتيحهم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالرسوله وإذا كانوا معه على أمر جمع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونكم أولئك الذين يؤمنوا بالرسول فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين قد يعلم الله الذين يتسلوا منكم لوادا فليحذر الذي قالوا عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يجعلهم في ربهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين والذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير أولئك فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق
لولا أنزل ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليك كنز تكون جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال ضلوا انظر كيف ضربوا لك الأمثال ضلوا فلا سبيل تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذا جنة تدري من تحت الأنهار جنة تدري من تحت الأنهار وجعل قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرن دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون وتستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان رب ربك بصيرا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم اللهم آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مبعوث مولاي كريم আজকে মাঘের রমজানের 15তম দিন মাওলানা কারিম তখন তোমার কোরআন তেলাওয়াত করা হয়েছে আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত মায়ের রমজান রোজা সারি ইফতারি তারাবি দান সদকা যা কিছু করা হয় ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে তুমি মাওলা দরবারে কবুলের মঞ্জুর করে নামাবুদ হে সওয়াবগুলি কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি করে তোমার বন্ধু হাবিব দোজানে বাদশা উম্মতের কান্ডারি উম্মতের দরদি নবী আমার প্রিয় নবীজির কদম ওয়ারক সওয়াবগুলি পৌঁছায়া দাও আল্লাহ আমার নবীজির আহলে বাইতের কদম ওয়ারক সওয়াবগুলি পৌঁছায়া দাও আমার নবীজির সাহাবায়ে কেরাম খুলাফায়ে রাশিদিন সুহাদায়ে কেরাম আসলাম মুবাশশিরিন আম্বিয়া সিদ্দিকীন সুহাদায়ে সালেহীন তাবে তাবেঈন আনসার মুহাজিরিন সলফে সালেহীন আইম্মায়ে মুজতাহিদিন জান্নাতুল বাকী জান্নাতে মওলাদার শুয়ে আছে সকলের কদম ওয়ারক সওয়াবগুলি পৌঁছায়া দাও মাহবুব আল্লাহ হাদিসের ইমাম মাযহাব তুরকিদের ইমাম সারা পৃথিবীর জমিন এবং আল্লাহর জমিন অসংখ্য আল্লাহ যেখানে আরাম করে শুয়ে আছে সকলের কদম ওয়ারাকে সওয়াবগুলি পৌঁছায় দাও বাবা আদম আলাইহিস সালামকে মোনাজাত পর্যন্ত যত্ন নারী মুসলিমিন মুসলিমাত মুমিনিন মুমিনাত উম্মতে মুহাম্মদে অসংখ্য মুসলমান কবরে চলে গেছে সকলের কবরে সওয়াবগুলি পৌঁছায় দাও খবরগুলোকে জান্নাতের বাগান মানায় দাও ও মাবুদ ও মাওলাই করিম
মাহে রমজান এক একটা করে বিদায় নিচ্ছে, জানি না গুনার কি অবস্থা। আল্লাহ আল্লাহ, যে ব্যক্তি মাহে রমজান পেয়ে গুনাহ মাফ করাতে পারলো না, তার মতন হতভাগ্য ব্যক্তি আর কেউ নাই। মাবুদ, তুমি আমাদেরকে ফিরাইয়া দিও না। আল্লাহ, ও মাওলাই করিম, গুনার দিকে তাকাইও না। তোমার বন্ধুর উসিলায়, মাহে রমজান উসিলায় আমাদের সকলের জীবনের সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করে দাও। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ জামাতের সাথে আদায় করার তৌফিক দিয়ে দিও। আল্লাহ বাকি রোজাগুলো সহজ করে দাও। অ মাওলাইকারী, আমাদের হাত উত্তোলন করে যা আমাদের আপন জন কত মুরব্বী কারাম। আল্লাহ দুনিয়া থেকে অন্ধকার কবরে চলে গেছে, জানি না কার যেন মা নাই, কার যেন বাবা নেই রে। আল্লাহ এদের আব্বা আম্মা কবর একা একাই তুমি শুয়ে আছে। আল্লাহ আল্লাহ তোর আব্বা আম্মার কবরগুলোকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। কেয়ামত পর্যন্ত কবরগুলোকে জাহান্নাম রাখুন, হারাম করে দাও। আল্লাহ অনেক আমাদের আব্বা আম্মা অনেকে দুনিয়া বেঁচে আছে, আব্বা আম্মার হায়াতের মধ্যে বরকত দাও। আব্বা আম্মার খেদমত করার তুমি তৌফিক দিয়ে দিও। আল্লাহ অ মামু, তুমি আমাদের তোমার খাস হবত নাজুর করে দাও। আল্লাহ আল্লাহ দেশের তোমার খাস হবত নাজুর করে দাও। আল্লাহ এ দেশ থেকে কড়া বাইরাস উঠায় নাও। অ মামলায় ক্যারি, এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে আল্লাহ ওদের সাথে হাত উত্তোলন করেছে, আল্লাহ ইফতারের আগ মুদোয়া কবুলের সময় আল্লাহ তোমার বান্দাগুলো কী চায়, কী প্রয়োজন সকলের ন্যাক আশাগুলো দয়া করে পূরণ করে দাও। আল্লাহ মামু, তোমার দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি। আল্লাহ দীর্ঘ এক মাস ব্যাপী আল্লাহ বিস্তারিত কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করেছে। আল্লাহ বিস্তারিতকে তোমার দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ এই বিস্তারের মাধ্যমে যেন ইসলামের খেদমত, দেশের খেদমত দয়া করে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ এই বিস্তারিত সম্মানিত চেয়ারম্যান আছে মনোচর ইকবাল, ওনার হায়াতের মধ্যে বরকত দাও। পরিবারে খাস হবত নাজির করে দাও। আল্লাহ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে অফুরন্ত খাওয়ারে বরকত দান করে। আল্লাহ অ মাবুদ, গোটা বিশ্ব মুসলমান দেব তোমার খাস হবত নাজির করে দাও। আল্লাহ আল্লাহ গো, মনে চায় তোমার খানায় খাওয়া তোয়াফ করে তোমার বন্ধুর মদিনা জিয়ারত করি। জীবনে বারবার তোমার খানায় খাওয়া তোয়াফ তোমার বন্ধুর মদিনা জিয়ারত নসিব করে দাও। আল্লাহ ঘুমের ঘরে স্বপ্ন যুগে তোমার বন্ধুর দিদার নসিব করে দাও। আল্লাহ আল্লাহ যা দোয়া করেছি, যা দোয়া করতে পারে তুমি অন্তর্যামী, অন্তরের খবর জানো। তাম দোয়াগুলো তোমার দরবারে তোমার বন্ধুর সিলায়, মায়ের রমজান সিলায় কবুলানা মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ইন্নাবিল উম্মি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি বারাক ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ এই দুনিয়া থাকার জায়গা নয়, কেউ থাকবে না, কেউ থাকতে পারবে না, কেউ ইচ্ছা করলেও রাখতে পারবে না। আল্লাহ যেদিন তুমি ডাক দিবা তোমার বন্ধুকে দেখাইয়া, মৃত্যু যন্ত্রণা বুলাইয়া, আমাদের জবানে জারেক রদিয়ে মধুর কালেমাত হইবা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ইফতারের সময় 6:29। আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সেহরির শেষ সময় 4:02।